أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. القصرين في عملية أمنية استباقية ناجحة، القضاء على 3 إرهابيين والقبض على 3 والتعرف على هويتهم. تنطلق غدا أول رحلة لحجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة في ظل مساع إلى تأمين ظروف إقامة ورعاية صحية طيبة. غلق باب التسجيل غدا للانتخابات البلدية القادمة بعد حملات تحسيسية واسعة لحث الناخبين الجدد على الانتخاب في دوائرهم البلدية. أفاد الناطق الرسمي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي بأن المدعو عاطف الحناشي هو أحد العنصرين الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما خلال العملية الأمنية الاستباقية التي نفذتها وحدات الحرس الوطني مساء الثلاثاء بجبل بيرينو من ولاية القصرين، وهو من قيادات ما يسمى بكتيبة عقبة بن نافع ومن العناصر الخطيرة جدا ومورط أيضا في عديد القضايا. وأوضح سليتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العنصر الإرهابي الثاني الذي تم القضاء عليه في هذه العملية ليس المدعو مراد الشايب شقيق لقمان أبو صخر، وإنما هو شخص آخر يحمل الجنسية الجزائرية. وبخصوص العنصر الإرهابي الثالث الذي تم إلقاء القبض عليه صباح الأربعاء، قال المصدر ذاته إنه تجاوز مرحلة الخطر بعد أن كانت حالته الصحية حرجة بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت به خلال العملية الأمنية. وأضاف أن هذا العنصر مورط في عديد القضايا الإرهابية منها عملية بوشبكة والتي استهدفت في 2016 4 من أعوان الحرس، وكذلك عملية تنشير التلة. ويذكر أن وحدات الحرس الوطني كانت نصبت مساء أمس بجبل بيرينو من ولاية القصرين كمينا لمجموعة إرهابية تابعة لما يعرف بكتيبة عقبة بن نافع. أمنية نوعية للقوات الخاصة التابعة لوحدات الحرس الوطني بمنطقة عين القلاع المنتخمة لجبل بيرينو تصفر عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي تونسي الجنسية والقضاء على 2 آخرين، أحدهما جزائري الجنسية ملقب بأبي ياسين والثاني تونسي أصيل ولاية الكاف، بحسب تصريحات العنصر الإرهابي الذي أصيب خلال الاشتباكات التي جدت ليلة البارحة بين القوات الأمنية ومجموعة إرهابية. يمكن السبعة ضربت حاجه كبيره كلقم لحاجات بعد كينا وقع مع حكايه الثمانيه وقع رفال كبير هنا نتاع كرتوش ونسمعوا نقولوا راه الجيش خرج وما شنادينا حتى لا شيء. السبعه ونص الثمانيه وربع نسمعوا في الكرتوش اللي بالطبيعه في الليل حتى في النهار يعني تنقل وسمعنا اللي ثم زوز ارهابيين موت. اشتباكات جدت إثر كمين المحكم نصبته القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني لمجموعة إرهابية متمركزة منذ فترة بجبل بيرينو، وأسفرت أيضا عن حجز 3 أسلحة نوع كلاشينكوف ومخازن وذخائر ورمانات يدوية وسوائق وهواتف جوة لا تعود إلى هذه المجموعات الإرهابية التي كانت تتنقل بحسب مصادر أمنية بين جبال ورغة بالكاف وجبال القصرين. وقد تم تحويل جثتي العنصرين الإرهابيين إلى تونس للتعرف على هويتهما فيما يجري التحقيق مع العنصر الإرهابي الثالث المصاب. أسابيع من المراقبة والمتابعة الدقيقة لتحركات هذه المجموعة الإرهابية انتهت بتحقيق نصر ونجاح أمني في عملية استباقية نوعية، نجاح حياه أهالي المنطقة. يعني نفتخر بالنجاح الأمني والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وتحية تونس. هنا ثأرت قوات الحرس الوطنية لشهداء هذا الوطن لتسجل هذه الصخور تفاصيل نجاح أمني جديد للوحدات الأمنية في مكافحة الإرهاب. للتلفزة الوطنية التونسية نزار تيبي، عين القلاع، ولاية القصرين. معضلة الحرائق تتواصل، ومعتمدية الفحص من ولاية زغوان عرفت هي الأخرى اندلاع حريقين هائلين بالأمس بجبل أم لبواب وجبل فيض القمح، أتت فيهما نيران على مساحة شاسعة من الأشجار الغابية وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بزغوان سلم اليوسفي، الذي أوضح أن جبهة النيران ممتدة إلى حدود هذه الساعة على طول 5 كيلومترات انطلاقا من جبل أم لبواب وإلى حدود الطريق الوطني رقم 4 الرابطة بين الفحص
وسليانة، وقد تم إجلاء متساكني 3 قرى متاخمة للحرائق ثم إرجاعهم إلى منازلهم بعد إقامة قواطع نيران وتأمينهم من مخاطر الحرائق. ومعنا المدير الجهوي للحماية المدنية بزغوان سلم اليوسفي. أهلا بك سيد يوسفي. أهلا وسهلا. ما هي آخر تطورات الوضع بالمكان؟ بالضبط كما كنت تحكي، دونك احنا كافه الامكانيات معناها المتوفره كسواء من الحمايه المدنيه، من الغابات، من التجهيز، من الخواص، معناها موفرين جميع الوسائل. اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث تفاديها منعقده الى حد الان على عين المكان لهنا. الحمد لله مشينا صوت باهي في السيطره على الحرائق هذه، وبحول الله بحول الله اذا كان الريح ما يفاجئناش نجم نقولوا مشينا صوت باهي وان شاء الله نسيطروا عليها. ان شاء الله نسيطروا عليها من هنا الغدوه ان شاء الله. بنسبه كم؟ باش نكونوا متفائلين نسبة 80%، إلا أنه الريح وعامل الريح ديما نخوفوا منه بصراحة ينجم يفاجئنا تو مومو. الحمد لله معناها الباهي أنه الإمكانيات كلها متوفرة كسوة من آلات كاسحة معناها ديبيل تراكس، وإن شاء الله وإن شاء الله نجموا نسيطروا عليها كانت توصل منها كيف. نعم، المدير الجهوي للحماية المدنية بزغوان سلم اليوسفي، شكرا لك على التدخل معنا. وفي سليانة اندلعت في حدود 10 ليلا من مساء أمس 3 حرائق جديدة في 3 معتمديات شملت جبل الرميل من معتمدية العروسة، وجبل ورفلة من معتمدية سليانة الشمالية، وجبل سيدي عرفة من معتمدية بعرادة. حرائق تزامنت مع تواصل جهود تطويق حريق هائل ما زال مشتعلا منذ الأمس بمعتمدية برجو وتحديدا بمنطقة عين زيتون، تسبب في إتلاف حوالي 20 هكتارا من الغابات. تفيد آخر المعطيات أنه تمت السيطرة على 80% من هذا الحريق في انتظار إخماده بالكامل. ننتقل الآن للحديث عن موسم الحج. أكثر من 40 رحلة إلى البقاع المقدسة مبرمجة لهذا الموسم، وستنطلق غدا من تونس العاصمة أول رحلة. وخلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم أكدت الأطراف المتدخلة اتخاذها كافة الإجراءات لتمكين الحاجيج من أداء مناسك الحج في أفضل الظروف. انطلق غدا الخميس من مطار تونس قرطاج أول رحلة لحاجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة، ولتأمين أفضل الظروف لأداء شعائر الحج لهذا الموسم أكدت وزارة الشؤون الدينية اتخاذها لجميع الإجراءات اللازمة. الغدوة أول طيارة تخرج إن شاء الله للمدينة على الساعة 8 ليلا من مطار تونس قرطاج. عدد الحجيج هم يكون في حدود 10374 حاج بحول الله. عدد الرحلات باش يكون 43 رحلة ذهاب و43 رحلة إياب. الأطراف المتداخلة الكل حاولنا نكونوا حاضرين مع بعضنا الكل، حاولنا نعطيه صورة حقيقية وصادقة على التحذيرات اللي تمت والاستعدادات اللي تمت والصعوبات اللي لقيناها، ونحن خذينا عهد على أنفسنا اللي الحاج متاعنا كي يمشي وإن شاء الله يروح سالم رانا نحب نوفروا له أقصى ما يمكن من ظروف طيبة في ظروف صعبة. وفد صحي يضم أطباء في اختصاصات متعددة إضافة إلى شحن كمية هامة من الأدوية هي بعض من عدة إجراءات أمنتها وزارة الصحة بهدف مزيد الإحاطة الصحية بحجيجنا. الوفد الصحي اليوم حاضر متكون من 75 ما بين أطباء وما بين القطاع الشبه الطبي. وقع الشحن معناها 3.5 طن معناها من الأدوية في استنادا طبعا على التقييم اللي قمنا به معناها في السنة اللي فارطة والسنوات اللي قبل الفارطة. زدنا سناء الإضافة، وإضافة مهمة هو التلقيح ضد الالتهاب الرئوي الحاد. من الإشكاليات التي طالما أرقت الحاجج التونسيين مسألة السكن، وفي هذا الصدد أكدت شركة الخدمات الوطنية والإقامات أنها أحكمت التنسيق لتوفير فنادق قريبة من الحرم المكي. الفنادق هذه موزعة على منطقتين بالتساوي تقريبا، هذه مكة المكرمة وهذه منطقة إبراهيم الخليل وهذه منطقة أجياد. هنا نلقاو نشوفوا فندق بدر الماسة وفندق الندوة الماسة من هنا، ومن الجهة هذه نلقاو فندق رمادة دار الفائزين وفندق فجر البديعة 2 اللي هما تقريبا على نفس المستوى من الحرم المكي، باعتبار انه الحاج يحب يصلي الـ5 صلوات نتاعو في الحرم المكي وما ندخلوش الكاهل نتاعو بالتنقل. يبقى انجاح موسم الحج وتوفير كافه الجوانب اللوجستيه بما يمكن الحاجيج من اداء مناسكهم في افضل الظروف هدف تسعى لتحقيقه مختلف الاطراف المتدخله.
وفي سياق متصل بالاستعداد لتأمين الرحلات المخصصة لحجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة، نشير إلى أن الحريق الذي اندلع فجر أمس بمقر الشركة التونسية للتموين والذي تسبب في إتلاف 11,000 من الأكلات المخصصة للحجيج تم تجاوز هذا الإشكال حسب تأكيد شركة الخطوط التونسية. البارح صار حريق معناتها نشب في مركز نتاع الكاترينك في ظروف إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوهاش، وقع فتح تحقيق من سيد وزير النقل، وإن شاء الله الإشكال اللي صار اللي هي معناتها أضرار مادية كبيرة برشا. في 11,000 طعام كان محضر لحجاجنا الميامين اللي كانوا ماشيين معناتها باش يزوروا باش يحجوا، هذا كله قاع اتلافه البارح بحكم النيران اللي اكلت المبنى، الا انه حاولنا بجميع الوسائل باش نحضروا ان شاء الله 11,000 طعام اخر. مجهودات كبيره من اعوان الكاترينج اللي عندنا تعهدوا باش ما توقعش معناتها حتى تغيير في الوحده هذه في البرنامج بتاعنا. وفي اليوم الجهوي لتوديع الحجيج في تطاوين يتجدد الموعد لتقديم آخر النصائح والتوصيات. في اللقاء الأخير قبل التوجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، انتظم اليوم الجهوي لتوديع حجيج ولاية تطاوين في مناسبة تجدد فيها تقديم آخر التوصيات والنصائح لأداء يسير لمختلف المناسك. أعطينا الفرصة معناها للأسئلة ربما في حاجات تتعلق معناها بالمناسك، فالحمد لله إن شاء الله نكونوا يعني تممنا يعني الحصص كل على أحسن يرام. في الساعات الأخيرة قبل الرحيل تعاظمت أشواق الحجيج لأداء هذه الفريضة والقيام بالرحلة المقدسة. هذا وتنطلق أولى رحلات حجيج ولاية تطاوين انطلاقا من مطار جربة جرجيس الدولية في 13 من شهر أوت الحالي، وعلى متن الرحلة حوالي 128 حاجا وحجة. إلى شأن الانتخابي، وأشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم على موكب أداء اليمين للعضو المنتخب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن صنف قاضي عدلي فاروق بوعسكر. وقد تم خلال اللقاء الذي جمع رئيس الدولة بأعضاء الهيئة استعراض الوضعية الحالية للهيئة والتقدم الحاصل في عملية تسجيل الانتخابات البلدية وسبل الكفيلة بضمان إنجاح باقية المسار الانتخابي. في إطار أنه نزدنا العضو السابع اللي هو القاضي العدلي سي فاروق بوعسكر، في الإطار هذا في إطار أداء اليمين كلنا اللقاء مع سيادة الرئيس طرقنا فيه للوضعية الحالية متاع الهيئة وكانت تطمينات، وطرقنا فيه للوضعية القانونية بعد استقالة الرئيس السابق ونائبه وعضو آخر. كان حقيقة لقاء بناء يعني، وطرقنا للمسار الانتخابي الباقي مسار الانتخابي ومسار التسجيل وكيف اقتراح نشر الأمر نتاع دعوة الناخبين اللي لازم يتم 3 أشهر قبل يوم الاختراع. وأكدنا فيه أنه بالنسبة للهيئة احنا ذاهبين مباشرة ليوم الاختراع اللي هو 17 ديسمبر 2017، وبالنسبة للأمنيين إن شاء الله 10 ديسمبر 2017. وتنتهي غدا العاشر من أوت المدة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتسجيل في أول استحقاق انتخابي بلدي بعد الثورة، وكانت قد فتحت باب التسجيل لهذا الاستحقاق في 19 من جوان الفارط. عدد المسجلين الجملي بلغ إلى حد الآن 5,800,000 مسجل، بينهم 500,000 مسجل جديد. وقبل أن يغلق غدا باب التسجيل، تواصل الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2 جهودها للتوعية بأهمية التحيين والتسجيل هذا الحدث الانتخابي. جانب كبير من العمل التواصلي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 توجه إلى سكان المناطق الحدودية بين بلديتين في حملة تهدف إلى تحيين تسجيلهم خشية أن يجدوا أنفسهم يوم الاقتراع أمام قائمة لا يعرفونها ولا ينتمون إلى منطقتها البلدية. تبين وأنه ثم عدد كبير من المتسجلين لابد أن نركز عليهم عملية التحسيس من أجل أنهم ينتقلوا من مركز الاقتراع اللي فرضيا معناتها مسجلين فيه في 2014، مسجلين فيه بمبدأ القرب الجغرافي، لكن تبين أنهم يلزمهم يتنقلوا منه في اتجاه مركز آخر معناه منتمي جغرافيا للمجال البلدي راجع عليهم بالنظر، رغم أنه يكون بعيد في بعض الأحيان يكون بعيد كيلومتر أو أكثر. فلاحظنا أن المجهود هذا معناتها
مجهود كبير، ولقينا معناها تفاعل بالمواطنين وثم تفهم، وعندنا أمل بين اليوم العشية وغدوة إن شاء الله تتكثف عملية التحسيس. نحب ننتخب أعضاء نتاع البلدية اللي نتمي منها هكا. باش انت نقلت المقر السكن نتاعي كنت في طريق قايد محمد، تو نقلت ثنية العين طريق العين تابع بلدية العين، من المفروض يلزمني ننتخب هنا. معناها احنا تجاوزنا رقم 5000 تحيين، تقريبا احنا الثالثين على مستوى الوطني في الشيء هذا، وما زالت العملية مكثفة، وقاعدين مجهوداتنا الكل مركزة خلال اليومين هذوما على عملية التحيين، نظرا لأنه واعين بخطورة الأمر. وقبل يوم من نهاية فترة التسجيل، تشير الأرقام إلى أن الحملة نجحت في إقناع عدد كبير بالضرورة المساهمة في الحياة العامة، خاصة وأن الشأن يهم المحيط القريب جدا. تقريبا حققت الأهداف المرجوة منها. إلى حدود يوم أمس الساعة منتصف الليل سجلنا تقريبا 18600 مسجل جديد في مختلف الدوائر التابعة لصفاق سنين. وبين المراكز القارة والحملات المتنقلة، حافظ التسجيل على نسق بطيء ارتفع في الأيام الأخيرة، خاصة بالمراكز القارة، ولعل لحرارة الطقس دور في ذلك. إلى عالم الثقافة الآن، وتحتضن مدينة المعمورة من معتمدية ابن خيار بولاية نابل دورة سابعة من مهرجان إنماء للتنمية المستدامة الذي انطلق في 28 من جويلية ليتواصل إلى 13 من هذا الشهر. احتضنت مدينة المعمورة ليلة أمس تظاهرة شرع الفنون في إطار الدورة السابعة لمهرجان إنماء للتنمية المستدامة بإشراف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية. وكل عام زيد تتحسن التظاهرة هذه تاع المعمورة، سنة عملوا حاجة ما أحسن، ثم معناها اون اكتيفيتي كولينير اللي ما كانتش موجودة قبل، وهذه مهمة ياسر للسياحة. توظيف الدورة السابعة مهرجان إنماء تظاهرة كبيرة برشا كما قاعد تشوف، ونحن الطرف فيها عندنا ثلاثة فقرات مساهمين بها مع الجمعية. الفقرة الأولى هو دورة الشطرنج اللي تعاملت الدورة وطنية وشاركوا فيها 95 مشارك. دونك والفقرة الثانية هي شارع الفنون اللي تشوفوا فيه توا. معمورة نعرفوها اللي مدينة سياحية، سياحة داخلية يرتادها معناها عدد كبير من السياح في الصيف، فحبينا نشطوا البلاد هذيا ونعرفوا بالمنتوج الثقافي والخصائص الثقافية والحضارية متاع المدينة. البرنامج تضمن أنشطة مختلفة للأطفال اعتمدت خاصة على المهارات اليدوية والفنية التي أطرها مجموعة من الطلبة. وحاجة بها على الأخر معناتها وقت اللي نشوفوا رسم ومسرح معناتها موسيقى وكل شيء، معناتها حاجة بها على الأخر وإن شاء الله تتعاود معناتها. سمحة ونشجعهم ياسر على المجهود نتاعهم يعملوه معنا. اوبورتونيتي باش برشا عباد تتلم، اوبورتونيتي باش نشوفوا حاجات جديده ونتعلموا حاجات جديده. السهره تضمنت ايضا عرضا للماكولات التونسيه من مختلف ولايات الجمهوريه. اكله معناها مشهوره بها توز البركوكش، هذا البركوكش محمصه خشينه نعمل فيها 7 انواع الحومات، هذه نطيبوها نهار الربيع. انا جبت البرزكان الكافي على خاطر سمعت الكيف ما جاوش، انا مثلتهم اليوم ونتشرف بهم، فهمتني؟ وعملت المدموجه التونسيه الأصيلة. أعطيهم الصحة الحرفيين، عملوا حاجة باهية، واللي عملوا لنا النشاط هذايا وجابونا معناها عملوا لنا أوكازيون باش احنا ذقنا الحاجات التقليدية متاعنا. أنا في العمر هذايا فوق 60 سنة متقاعد واكتشفت ماكلات عمري ما ريتها. مهرجان إنماء بالمعمورة والذي يتواصل إلى غاية 13 من هذا الشهر يشمل أيضا عروضا فنية مجانية. يواجه مهرجان جبس الدولي في دورته الرابعة معضلة تتمثل في محدودية طاقة استيعاب مسرح الهواء الطلق، ما اضطر هيئة التنظيم الفنية الثقافية إلى إعادة بعض العروض على حساب ميزانية المهرجان. تسببت طاقة الاستيعاب المحدودة لمسرح الهواء الطلق بجبس في إشكاليات عديدة لهيئة مهرجان جبس الدولي. مهرجان يقام في دورته 34 واضطرت فيه هذه الهيئة لتخصيص عرض ثان لبعض السهرات التي شهدت إقبالا جماهيريا رغم الأعباء المالية لذلك، مثل ما هو شأن لعرض لطفي العبدلي. أسبق ومجلس العروض للفنان والمسرح كريم الغربي وكذلك لطفي العبدلي، وهذا يطلب إمكانيات مادية إضافية وإمكانيات بشرية إضافية، ولكن ضحينا بكل هذا إيمانا منا بأن الجوبسية يلزمهم يواكبوا مثل هذه المحطات الثقافية، ولكن بالملموس موس أصبح ضرورة ملحة مسرح هواء طلق جديد بولاية جبس. استيعاب هي 2000، ووقت باش نحددوا سعر التذكرة
باش تكون مطابقه لقيمه العرس، دونك باش تكون غاليه. دونك نحبوا نخدموا على مسرح جديد في قابس يكون لايق لولايه قابس ويتماشى مع عدد السكان في قابس. هيئة هذا المهرجان والعديد من المتابعين لسهراته أكدوا أن مدينة قابس في حاجة لمسرح جديد يتسع للجمهور العريض الذي يحرص على متابعة العروض الفنية. قابس معناها كولاية كبيرة، ما نصورش كان يليق للجمهور هذا العريض وللمدينة بصفة عامة وبصفة خاصة للاحتفالات الصيفية. حاولوا معنا يعملون مسرح أحسن من هيك وأضخم من هيك شوي، يكون كبير وما فيها بأس، يكون على البحر مش نعرفه زاد بالبحر متاعنا بتاع قابس. رغم الإشكاليات التي اعترضتها حافظت هيئة مهرجان قابس الدولي على البرنامج الذي عدته للدورة الحالية، برنامج اشتمل لأول مرة على 6 عروض دولية. هكذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. القصرين في عملية أمنية استباقية ناجحة، القضاء على إرهابيين والقبض على 3 والتعرف على هوياتهم. تنطلق غدا أول رحلة لحجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة في ظل مساع إلى تأمين ظروف إقامة ورعاية صحية طيبة. غلق باب التسجيل غدا للانتخابات البلدية القادمة بعد حملات تحسيسية واسعة لحث الناخبين الجدد على الانتخاب في دوائرهم البلدية. وندعوكم إلى زيارة موقع التلفزة التونسية لمتابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.